مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير عبر شاشة تلفزيون السلام، وفي حلقة جديدة في برنامج ليش. اليوم سؤالنا بتعلق في المنظر اللي في الخلفية أجلكم الله، واللي هو بتعلق في حاوية النفايات. حاوية النفايات أو حاوية القمامة هون في هذه المنطقة السكنية في الحي الشرقي من مدينة طول كرم لها 3 أيام، مثل ما بيقولوا سكان هذا الحي متراكم فيها القمامة، ولكن للأسف دون وجود سيارة البلدية لإزالة هذه القمامة. لكن سؤالنا مش بس بيختص هذا الحي، بيختص كل حاويات القمامة اللي موجودة في المدينة وضواحيها. ليش أحيانا تتراكم النفايات داخل حاويات القمامة لأيام؟ طيب ليش أحيانا أنه ما بيكون العدد الكافي من حاويات النفايات موجود داخل الأحياء السكنية؟ خليكم معنا في الحلقة الجديدة من برنامج ليش، لنشوف ونطلع على آراء الناس حول الموضوع ونشوف الصور. البلدية صار لها تقريبا 3 أيام مش جاي تنظف هين. طبعا طلبنا احنا حاوية تانية حطوها هين، وقالوا على أمل انها تيجي، العدسة ما اجت. مشان هيك الزبالة متراكمة، يعني باب المحل وبنضرر عند المحل منها، يعني أي سيارة طالعة نازلة تنزل الوسخ باب المحل، يعني وينك الناظر. يعني أعزو تقصير للجهتين، للساكنين أولا إنه ما بيحافظوا على النظافة، يعني المفروض إنك تكب النفايات في موقعها أولا، وبعد ما تمتلئ في حلول أخرى. يعني كثير مرات بتكون فارغة ومرمية على جنبها، هذا واحد. المسؤولية الثانية مسؤولية البلدية اللي بتقصر وتتأخر عن منطقة فيها حي سكني بحاجة إلى حاوية أكبر. بصراحة هذه الحاوية لا تكفي، منطقة مكتظة سكانيا حاوية صغيرة ما تكفيها.